ارتبطت حكاية الكنيسة المرقسية ومقرات باباوات الإسكندرية بالتاريخ الروحي للمصريين من بدايات القرن الأول الميلادي. كان الإسكافي الإسكندراني البسيط أنانيوس هو أول من آمن بالمسيحية في مصر سنة 61 ميلادية. أهدى أنانيوس بيته المتواضع ليتخذ القديس مارمرقس الرسول كأول مكان للدعوة المسيحية في مصر. ولما زاد عدد المؤمنين قرر القديس مارمرقس رسامة أنانيوس كأول أسقف لمدينة الإسكندرية. وبعد استشهاد مارمرقس تم دفنه في كنيسة بوكاليا الموجودة في نفس موقع المقر الحالي للكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في اسكندرية، واللي استمرت كمقر للبابوية حتى عام 1047 ميلادية. المقر البابوي الثاني كان في كنيسة السيدة العذراء المعلقة واستمر من عام 1047 حتى 1320 ميلادية. مع بناء القاهرة في عام 969 ميلادية لتصبح عاصمة الدولة الفاطمية، انتقل النشاط التجاري للمدينة الجديدة، وقرر البابا خريستوذولوس البطريرك رقم 66 قرر نقل الكرسي البابوي لكنيسة السيدة العذراء المشهورة بالكنيسة المعلقة في منطقة مصر القديمة. أما المقر الثالث لباباوات مصر فكان بكنيسة السيدة العذراء في حارة زويلة، واستمر من سنة 1320 حتى سنة 1660 ميلادية. وبدأت حكايته لما قرر البابا يؤنس الثامن البطريرك رقم 80 نقل الكرسي البابوي من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إلى كنيسة السيدة العذراء الموجودة في حارة زويلة. المقر الباباوي الرابع كان بكنيسة السيدة العذراء المغيثة في حارة الروم، واستمر من عام 1660 حتى 1799 ميلادية، وتم استخدامه في عصر البابا متاؤوس الرابع البطريرك رقم 102 عندما نقل الكرسي الباباوي لكنيسة حارة الروم بمنطقة الغورية بالضرب الأحمر. المقر الخامس كان في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، واستمر من عام 1799 إلى 1971 ميلادية لما قرر البابا مرقس الثامن البطريرك 108 نقل الكرسي البابوي من حارة الروم إلى الكنيسة المرقسية الكبرى في الدرب الواسع، وتم تكريس الكنيسة للصلاة في 14 سبتمبر سنة 1800 ميلادية. المقر السادس الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية من عام 1971 وحتى الآن. حكاية هذا المقر الباباوي الشهير بدأت في 24 يوليو سنة 1965 في عصر البابا كيرولوس السادس البطريرك رقم 116، حيث تم وضع حجر الأساس للكاتدرائية الجديدة على أرض الأنبا رويس بالعباسية، وافتتحت رسمياً للصلاة يوم 25 يونيو سنة 1968 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان بصحبته إمبراطور إثيوبيا الراحل هيلاسلاسي الذي كانت كنيسته تابعة لمصر قبل أن تنفصل فيما بعد وتصبح شقيقة فقط للكنيسة المصرية. مقر باباوي للكنيسة المصرية والذي يعتبر المقر السابع فهو كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم افتتاحها رسمياً يوم 6 يناير سنة 2019، وكان ذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تودروس الثاني. وتعتبر كاتدرائية العاصمة هي الأكبر حجماً في تاريخ الكنائس المصرية، حيث تقع على مساحة 15 فدان أي ما يعادل 63 ألف متر مربع. الكنيسة أقيمت بالقرب من أكبر الجوامع الحديثة في مصر مسجد الفتاح العليم، ليجسد هذا المشهد الجليل للجامع والكنيسة عظمة التاريخ الروحي للمصريين على مر الأزمان.